عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لقاء مع سفير اليابان بالقاهرة أوكاهيروشي ووفد شركة يازاكي للأنظمة الكهربائية للسيارات لاستعراض الموقف الحالي للشركة وخططها المستقبلية وبحث فرص تعزيز استثماراتها بالسوق المصرية. وخلال اللقاء تم استعراض مستجدات إقامة الشركة لمصنعها المتخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم، وذلك على مساحة 67 ألف متر مربع باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 30 مليون يورو، حيث يستهدف المصنع تصدير كامل إنتاجه لكبريات شركات السيارات العالمية في أوروبا، كما سيوفر نحو 3000 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة. ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاجه بحلول شهر مارس من عام 2025. ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات. وخلال الاجتماع أكد الخطيب حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة، وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يمكنه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد. في أسواق البترول العالمية صعدت أسعار النفط مدعومة بارتفاع الطلب على الوقود مع الآثار المدمرة للأعصار ميلتون والمخاوف من الاضطرابات المحتملة لإمدادات الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران المنتج الرئيسي للنفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% إلى 77.88 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.77% إلى 74.54 دولار. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.47% لتصل إلى 2.31 دولار للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.95% لتسجل 2.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها رفعتها لحجم التجارة العالمية هذا العام، متوقعة زيادة النمو إلى 3% في عام 2025، وذلك بافتراض احتواء الصراع في الشرق الأوسط. وذكر تقرير المنظمة أن التجارة العالمية تعافت هذا العام من تراجع في عام 2023 بسبب ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة. وتوقعت المنظمة في إبريل زيادة 2.6% في حجم التجارة، وعدلتها بالرفع اليوم لتسجل 2.7%. ارتفع عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي مدفوعاً في جزء منه بأثر الإعصار هيلين وتوقفات عن العمل في بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات وسط إضراب مستمر منذ نحو 4 أسابيع. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات زادت 33 ألف طلب في الأسبوع الماضي لتسجل 258 ألف الأسبوع الماضي. وكان مسح أجرته رويترز لآراء اقتصاديين توقع 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي. ختام جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لإمام منصور ومحمد عبدالله لاستكمال النشرة، إليكما. شكرا جزيلا لك ليلى.